صلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال تعالى في آية أخرى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ففي هاتين الآيتين تأكيد على أن هذه الرسالة التي جاء بها سيد الخلق محمد صلى الله عليه وآله وسلم هي رسالة عامة لكل الناس على اختلاف أحوالهم وأزمانهم وأماكنهم مواقعهم في الأرض، فهي للأبيض وللأسود، للعربي وللأعجمي، والإسلام ينظر إلى كل هذه المسائل التي يختلف فيها الناس أو يختلف الناس حولها. يقول بأن هذه المظاهر مظاهر تدل على قدرة الله سبحانه وتعالى في خلقه، ويجعلها آية كبرى من آياته. واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين، للذين يملكون العلم والمعرفة ويملكون القدرة العقلية على التفكر في هذه الآيات العظيمة الباهرة التي تدل على عظيم قدرة الله سبحانه وتعالى في خلقه. فهذه الرسالة هي رسالة إنسانية ولكل الناس، ولا تحول بينها وبين الناس هذه الحواجز المصطنعة من الجغرافيا ومن الأعراق ومن اللغات، فهي عابرة لكل هذه الحدود. وبهذا يمكن أن نصف هذه الرسالة بأنها رسالة إنسانية، رسالة حضارية. أما المشاريع الأخرى التي لا يتوفر فيها هذا العنصر وهذا البعد العام، البعد الكوني، لا يمكن أن نسمي هذه المشاريع بأنها مشاريع حضارية. هذه مشاريع محدودة، هذه مشاريع لقوم أو لجماعة من الناس، ولا شأن لها ببقية الأقوام الأخرى
والجماعات الأخرى. أما المشروع الحضاري ينبغي أن يتوفر فيه هذا البعد الإنساني، وهو ما نراه في كل المشاريع الحضارية حتى الوضعية منها. فالماركسية فيها هذا البعد، والرأسمالية الليبرالية فيها هذا البعد، وإن اختلفوا في طبيعة هذا البعد وفي طبيعة الآليات والوسائل التي يمكن أن يعتمدوها في تعميم هذا النموذج الحضاري الذي يتبنونه ويعتقدون بأنه يصلح لكل الناس في كل موقع وفي كل زمان، الوسائل هي التي تختلف، كما وأن طبيعة هذا المشروع قد تختلف في أسسها وقواعدها، هذا أمر واضح. ولذلك نجد أن الماركسية التي تؤمن بهذا الأمر وتحاول تعميم نموذجها الحضاري وبأسلوبها الذي تعرفونه، قضية اعتماد الفكر ونشر في كل ربوع الدنيا ودعم هذه الأحزاب والجماعات السياسية التي تؤمن بالمشروع الماركسي في كل المواقع في كل البلدان، إلى أن تتهيأ ظروف الثورة في كل بلد في كل مجتمع من خلال هذا العمل السياسي، وتكاد تكون وسيلتهم هي هذه. وإن كان العنف في كثير من الحالات يشوب هذا المشروع في حركته بين الناس، وكم من الناس بل الآلاف إذا لم نقل الملايين من الناس من راح ضحية هذا المشروع. وهكذا بالنسبة إلى الرأسمالية التي تريد أن تعمم نموذجها، وبهذا نفهم يعني كيف أن الناس حينما يسمعون بالنموذج الإسلامي النموذج الإلهي، هاي نماذج بشرية ماركسية رأسمالية غيرها، هذه من تفكير الناس ومشاريع الناس، مشاريع الخلق هذه. أما مشروع الخالق، خالق الناس والأعرف بما يصلحهم وبما يفسدهم هو خالقهم، حينما يسمعون يستنكرون، كيف يكون هذا المشروع الإسلامي مشروعا كونيا يعبر كل هذه الحواجز؟ هل فيه مثل هذه القدرة والقابلية على معالجة مشاكل الناس مع اختلاف بيئاتهم؟ يستنكرون. ولربما البعض من المسلمين من يتبنى هذا الرأي، هسا مرة المعادي تقول له معذور أنت روح، هذا الكافر الذي لا يؤمن بالله كالماديين الملاحدة وأصحاب الاتجاهات الأخرى حتى الدينية الذين لا يؤمنون بالإسلام ويفهمون الدين
بطريقتهم الخاصة، كما نسمع اعط ما لله لله ولا وما لقيصر لقيصر. هذا فهم فهم للدين. أما الإنسان المسلم الذي يدعي الإيمان ومعرفة الإسلام حينما يستنكر هذه الفكرة، هذا إن دل على شيء فإنما يدل على جهله المركب. هذا لا يعرف طبيعة المشاريع الحضارية وما ينبغي أن يتوفر فيها من أسس ومن قواعد يميز بعضها عن البعض الآخر. القرآن الكريم بالنسبة للماركسية شفنا، لكن الاتجاه الثاني هذا وين هم ذول اللي يحشون بضرورة التسامح ويكتبون بالتسامح ولا تسامح، وأن الإسلام حينما يقاتل المشركين أو يقاتل الآخرين فهذا الأمر بالقتال يتنافى مع مفهوم التسامح الذي دعا إليه الإسلام، ولا يفهمون هذه المسألة، ويريدون التسامح على وفق مقاساتي، مو التسامح مع أصحاب الديانات السماوية ولا التسامح مع الشعوب، يريدون التسامح مع الأنظمة الدكتاتورية الفاسدة، لا يريدون إزعاجها وإيذائها، هذا ما يفكرون به. فالقرآن الكريم يؤكد على هذا البعد الكوني في الرسالة الإسلامية، وعلى أنها رسالة لكل الناس أينما كان هؤلاء الناس مهما اختلفت بيئاتهم الاجتماعية أو الطبيعية، فهذه الرسالة هي تصلح لمعالجة مشاكل وقضايا الناس. وبما أنها رسالة عالمية ولكل الناس فلا بد من إيصالها لهؤلاء الناس، وإلا فلا معنى لأن تكون هذه الرسالة رسالة إنسانية والناس لا يسمعون بها ولا يفهمونها، لا معنى لهذا. ولذلك الله سبحانه وتعالى ألزم المؤمنين بالدعوة إلى هذه الرسالة، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، لأن الله سبحانه وتعالى يقرر الواقع كما هو. هذه الدعوة ستواجه ضغوطا وتحديات، وهناك من الناس من تتقاطع مصالحهم مع ما تريده هذه الرسالة، وبالتالي سيواجهونها وسيصبون جام غضبهم على حملة هذه الرسالة. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول ذول المؤمنين يمتلكون القابلية وأنهم يصبرون على ما أصابهم في هذا الطريق، وأنهم لا يتراجعون ويحاولون
إيصال هذا الدين إلى كل الناس لتقوم الحجة لله على الناس، لكي لا يعتذر الناس يوم القيامة بأننا لم نعلم، ما وصلنا شيء. فلذلك الله سبحانه وتعالى الوسيلة التي وضعها وحددها للمؤمنين في إيصال هذه الرسالة لكل الناس في كل مواقعهم هو البيان، هو التبليغ، هو الدعوة. أما الوسائل الأخرى التي يعتمدها الآخرون، ومن الغريب أننا نرى الكثير الكثير من المفكرين ومن الكتاب وممن يدعون المعرفة ويشاهدون اليوم قوى الاستكبار العالم التي تدعي أنها تريد تعميم نموذجها الحضاري باعتباره نموذج إنساني ينتفع منه الناس، وعلى أساسه يمكنهم أن يطوروا حياتهم. ليش باقين يعيشون في حالة تخلف وتراجع؟ فإذا ما أرادوا أن يحققوا نهضة في حياتهم على كل الصعد، ما عليهم إلا أن يعتمدوا مشروعنا الحضاري، اللي أول ما يتمثل هذا المشروع في مبدأ إطلاق الحريات من دون قيود، من دون ضوابط، حتى أن الناس يتمردوا على واقعهم وعلى حضارتهم وعلى ثقافتهم وأعرافهم وتقاليدهم، ويستدعوا النموذج الغربي في علاقاتهم الإنسانية، وبالتالي يعتمدون أساليب أخرى. من الغريب أن هؤلاء الذين يدعون الفكر والثقافة والمعرفة ينظرون إلى هذه الأساطيل التي تملأ البحار، وإلى حاملات الطائرات. ما هو الغرض من إيجاد هذه القوة، القوة الرهيبة في هذه المنطقة بالذات أو في مناطق أخرى، بينهم وبين بعض بلدانها خلافات في السياسة؟ لماذا يأتون بكل هذه الإمكانات والقدرات العسكرية الهائلة؟ لأي غرض؟ بس نحكي أنه الإسلام انتشر بالسيف؟ هذا هو؟ وين الإسلام اللي انتشر بالسيف؟ هاي الأساطيل علما للديمقراطية هم يريدون من هؤلاء الناس أن يعتمدوا في حياتهم المنهج الديمقراطي في تداول السلطة وفي إدارة البلاد، لكن هذا الأمر يتوقف على إيجاد هذه الأساطيل وبناء هذه القواعد العسكرية المبثوثة في منطقتنا بالذات، وهي قواعد كثيرة. لأي غرض هذا؟ لما لا يفكر هؤلاء المرضى الذين أخذهم بريق هذه الحضارة التي لا تعرف معنى للإنسانية،
معنى واحد للإنسانية لا تعرف. هؤلاء الذين جاءوا بكل هذه القوة من أجل أي شيء؟ من أجل حماية بعض الأنظمة الفاسدة، وقد عبروا هم وعلى أعلى المستويات عبروا عن هذا الغرض، وكانوا يطالبون بالتعويض بالأجر على قيامهم بهذه المهمة لحماية هذه الأنظمة الفاسدة، وقد أخذوا في هذا السبيل المليارات. كيف يمكن لعاقل أن يصدق بما يطرحه هؤلاء من فكر إنساني؟ أي إنسانية هذه حينما يدعون أنهم يدافعون عن حقوق الإنسان، وها هو شعب فلسطين الذي يعيش البحر منذ 80 عاما، دماء هذا الشعب تنزف وكرامات الناس تنتهك ومقدساتهم هي الأخرى، لا حرمة لها عند الصهاينة، والآلاف من شبابهم ومن نسائهم في معتقلات العدو وسجونه، ويتعرضون إلى الأذى النفسي والجسدي. أين هم العرب والمسلمون من هذه المحنة ومن هذه الكارثة؟ وهذا هو شعب اليمن الذي يعاني من الفقر ومن الأوبئة، أمراض اكتسحته، والناس يعيشون جياع لا يجدون لقمة العيش. أما القتل وسفك الدماء فحدث ولا حرج، وكل هذا يجري، وهذه العين التي تدعي أنها تراقب حقوق الإنسان وتستخدم ما عندها من أهليات ومن قابليات مادية ومعنوية لحماية حقوق هذا الإنسان، وهم الآن يشاهد، هذه العين تشاهد وتساهم وتبارك في كل يوم الإدارة الإنسانية الأمريكية تقتطع جزءاً من الأرض العربية وتمنحها إلى الكيان الإسرائيلي على خلاف القرارات الدولية. هاي الدولة مع حقوق الإنسان، هاي الدولة اللي تلتزم بالقانون وتحترم القانون، يعني على خلاف مقررات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي أن هذه أرض محتلة من قبل الإسرائيليين، إلا أن الأمريكي يهبها للإسرائيليين. الجيولان لهم، القدس لهم كاملة. الآن أجزاء من الضفة الغربية، أجزاء من الضفة الغربية يمكن لإسرائيل أن تضمها إلى كيانها، وهكذا. ما بكم أيها المسلمون؟ والله مشكلتنا بالمثقفين، ذولا أعشار المثقفين، ولا أدري، لربما هؤلاء عملاء يخدمون
هذا المشروع الاستكباري في مقابل عوض مالي، وإلا الأمور ما عادت خافية على أحد. الناس السذج البسطاء هم يفهمون هذه المسألة على وجهها الحقيقي، فكيف بمن يدعي الثقافة والعلم والفكرة وإلى غير ذلك من الادعاءات؟ فإذا هذا المشروع الذي هو المشروع الإسلامي مشروع إنساني، ووسيلته في بلوغ أهدافه هو الدعوة إلى الله، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وكل من يناقش في مسألة الحرب البسمات من الناحية الفقهية، الحرب الابتدائية التي يكون الغرض منها حمل الرسالة الإسلامية إلى الأمم والشعوب الأخرى، كل من يناقش في هذه المسألة فهو غير عارف بها، وكل ما ورد في القرآن الكريم من آيات فيها حث على القتال هي تقصد هذا المعنى من القتال. كما تعرفون أن القتال على نحوين، دفاع والغرض منه مواجهة من يعتدي على هذه الأمة في أرضها في وجودها، يعتدي عليها، عليها أن تتصدى له وأن تقاومه بكل ما أوتيت من قوة. هذا النوع من القتال لا يحتاج إلى تشريع، لأنه حكم عقلي فطري قبل أن يكون حكما شرعيا. حتى بعض الحيوانات التي يفاجئها عدو، حيوان أقوى منها يأتيها إلى جحرها إلى غارها إلى عشرها، نرى أنهم يدافعون عن هذه المواقع ولا تسقط بسهولة، ولربما يقدمون التضحية حيوانات. فكيف بالبشر بالإنسان حينما يتعرض إلى عدوان من قبل آخرين نراه ومن دون أن يرتب قضايا في عقله يبادر بالدفاع عن نفسه ولا يضع مشروعا للدفاع؟ دفاع، هذا الدفاع ردة فعل، وبالتالي ردة الفعل تكون مساوية للفعل وإن كانت تعاكسه في الاتجاه طبيعي. فهذا النوع من القتال، ولذلك القرآن الكريم لما تحدث عن هذا النوع من القتال الذي منعوا عنه في الفترة المكية لم يؤذن لهم بالدفاع عن أنفسهم، وكان الكثير منهم يريدون من النبي صلى الله عليه وآله أن يسمح لهم برد العدوان عن أنفسهم، ولكن نظراً لظروف هذه المرحلة
المرحلة المكية ظروف دقيقة، ما تتحمل نزاعات وصراعات، لأن هذه النزاعات ستكون نتيجتها القضاء على هذه الجماعة القليلة التي آمنت بالإسلام. وبالتالي هذه الرسالة ستجد معوقات في طريقها كبيرة، فمنعوا من أن يردوا العدوان، يتحملون، يصبرون، يتحولون إلى ظاهرة مظلومة. ودائما الظاهرة المظلومة، الإنسان المظلوم يتعاطف مع الناس، أراد النبي هكذا. لكن حينما انتقلوا إلى المدينة قال لهم وجب عليكم الدفاع عن أنفسكم، ها؟ يولا جت الصيغة مختلفة، أذن، كنتم ممنوعين، كنتم ممنوعون من حق ثابت لكم بحسب العقل والطبيعة والفطر. هذا الحق الذي منعتم منه في أيام مكة، تحملتم ما تحملتم من الأذى والاضطهاد، وربما مات بعضكم تحت التعذيب، الآن في المدينة أذن لكم. العوامل اللي كان النبي يتخوف منها انتهت، الآن دافعوا عن أنفسكم. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. هاي بالنسبة لمن؟ إلى القتال هذا الدفاعي. لكن القتال الآخر اللي البارحة وقبل البارحة تحدثنا عن هذه القوة الصغيرة التي تواكب حركة الدعوة من أجل توفير الحماية، لأنهم كما ذكرت البارحة مروا بتجربة قاسية حينما قتل الدعاة في أكثر من مكان، قتل، فحينئذ ما خفق الشراع على رأس عاقل مرتين، ما يصير. فهم بين خيارين لا ثالث لهم، إما أن يتركوا الدعوة إلى هذا الدين والله سبحانه وتعالى يقول ادعوا، الدعوة واجبة ولا يجوز للناس أن يتنصلوا عن هذا الواجب الحيوي المهم. فهم إما أن يتركوا التبليغ والدعوة إلى هذا الدين إلى الله، وإما أن يحموا حركة الدعوة. شيء ثالث ما أكو. أما ما يريده البعض بشكل ساذج، هم لوين طالعين وليش رايحين؟ عجيب، الله أمرهم بالخروج، الله حملهم هذا الواجب، واجب التبليغ والدعوة إلى دين الله، وأيضا تحقيق هذا المشروع، هذا المشروع الإنساني لا يتم، لا يتحقق إلا بدعوة الناس إليه. كيف يتحقق؟ والله سبحانه وتعالى في تخطيطه، في علمه، يريد لهذا الدين الظهور في الأرض، كل الأرض. أليست هذه هذا هو قرآننا؟ الظهور في كل الأرض،
وعلى كل دين، سواء كان هذا الدين سماويا أم وضعيا، ليظهره. تقرؤون في القرآن الكريم ليظهره على الدين كله. شو قل لي شلون هذا ليظهره على الدين كله؟ يا وسيلة، بحاملات الطائرات، بالقواعد العسكرية، ليش؟ شنو؟ ليظهره على الدين كله من خلال الدعوة، ومن خلال التبليغ، من خلال قناعات الناس، ومما لا شك فيه أن الأمور التي تقود الناس وتستثمر حياة الناس، هذه الأنظمة الدكتاتورية الفاسدة، هذه الأنظمة الفرعونية لا تقبل بحركة الإسلام، لأن هذه الحركة ستؤدي إلى الإطاحة بهذه الكيانات، وبالتالي هؤلاء سيفقدون امتيازاتهم، ينتهون. ولذلك هذه القوة البسيطة اللي النبي وداها لليمن، سنشكل على اليمن، احنا والله ما ادري، وداها لليمن، هو اللي سواها، مو فقط ودى دعاة، ارسل دعاة ومعه سرية مهمتها الدفاع عنهم فيما لو تعرضوا إلى عدوان. وأيضا هذه السرية من جملة مهامها، قطعا هذه الدعوة الحق، الدعوة دعوة الله إلى الناس، هذه الدعوة التي تتناغم مع العقل ومع التطلعات المحقة للإنسان ومع فطرة الإنسان، ستجد الكثير من أبناء هذه الشعوب من يستجيب لا أنا عقيد. هسه يجي واحد عقيد بالإسلام موشك، يقول لا الإسلام شنو شيء يأثر على العقول والنفوس بشكل بس سرعة ما أدري شو. إيه نعم، بس سرعة. لكن يحتاج إلى فكر نير، وإلى فهم دقيق لهذه الرسالة في عقائدها، في تشريعاتها، في مفاهيمها، مو بخبال ولا بتخريف. الناس يستجيبون ويؤمنون. زين، حينما يؤمن عدد غير قليل من أهل هذه الديار بالإسلام نتيجة الدعوة، دعوتهم إلى الإيمان بهذا الدين، هل من المعقول، بالله تفكر وياي، هل من المعقول أن الدين الإسلام القيادة تقول لهؤلاء الذين آمنوا وقد يكون عددهم غير قليل، يقول لهم يلا احنا رسلنا مسحوبين، وانتوا ابخوا واجهوا قدركم، ها؟ يصير يعني هذا الحكي، هذا المنطق، هذا منطق يولا يجب على هذه الجماعة التي جاءتهم وتدعوهم إلى دين الله، يجب عليها أن توفر لهذه الجماعة المؤمنة الحماية الكافية من ردة فعل الطواغيت اللي يستهدفوهم في حياتهم. ولذلك تأتي مهمة الناس، ومهمة هذه القوة الصغيرة التي
جاءت لحماية الدعاة تكون مهمتها تغيير هذا النظام، إسقاط هؤلاء الطواغيت، إلغاء وجودهم، وبالتالي إعطاء السيادة على هذه الأرض للذين آمنوا من أبنائها. وهذه هي طريقة الإسلام. ندعو الله العلي القدير أن تكون هذه المسألة قد توضحت، وأنها أصبحت مفهومة، وبالتالي يمكننا أن نتصدى لما يقوم به هؤلاء من أعمال تخريبية في دنيا الفكر والثقافة فيما يتعلق بالمسلمين. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق وحسن العاقبة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على شلون؟ يعني من الواضح أن الإسلام هو دين وهو مشروع دولة، مشروع دولة إلى جانب كونه، يعني أن هذه الدولة تقام على أساس الدين وقضايا الدين وعقائد الدين وتشريعات الدين، وهذا ما يميزه عن غيره. وبعدين يعني هذا مشروع للحياة وهذا مشروع للحياة. شنو المانع؟ دولة أو غير دولة؟ يعني أهدافها مو أهداف الدين الإسلامي، لكنه هي أهدافها معارضة لأهداف الدين. فالمقارنة يعني هي ماكو تساوي. ماكو تساوي، قطعاً ماكو تساوي. لكنه هذه الخطوط دائماً تدخل في صراعات مع الخطوط التي تختلف معها، والإسلام يختلف مع الرأسمالية ومع الاشتراكية. هذا السؤال لا نجيب عليه، وهناك من هو أعرف مني بالإجابة عليه، وهي الجهات التي أوجدت هذه الفصائل، وهي التي تعرف مصلحتها من أكثر من غيرها من الناس. اليوم كأنها طالت، ها؟ 40 دقيقة. لا والله طالت، احنا كل يوم نص ساعة وأقل. السؤال هو ما جاي يسمعون من عندي. هاي مشكلين، أمس سمع أشكلوا. ما جاي. إيه دور. يعني صوت. إيه دور دور. يعني نعالج هاي المشكلة إن شاء الله. السؤال سيد حيدر، يعني يقول إن أنور سادات
يعني هذا جواب السيد الإمام، هو كافي الشافعي. أما إحنا نتعبد بآراء وأقوال السياسيين العلمانيين، هذا أمر لا يمكن قبوله بحال. شي مثل يعني أنور السادات؟ شي مثل؟ شي مثل دين هذا يمثل؟ لا، هذا هو جواب السيد، يعني يكفي جواب السيد طبعا. لا يفهم في السياسة ولا في الدين. والحمد لله رب العالمين. هاي شنو ابو غياث؟ شو ماكو؟ هاي طفيتها ابو بان؟ ما طفيتها.